اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون عن راح مع بعض نشوف لعبة بلانتس بيز زومبي 2، وراح نشوف التحديث وكل شيء فيها. ويلا نبلش. طبعا هي اول شيء هيك راح تحمل. طبعا هون احنا كنا يعني نلعبها وهيك شيء، ما قدرنا نلعب هاي المرحلة لانه احنا حبينا يعني زي ما قلت لكم نوصل لمراحل اصعب عشان نتحدى بعض اكثر. هلا رح نختار مرحلة. انا رح اختار المرحلة 22. نشوفها. شيء ولا رح نعمل فيها شيء احنا، ولا رح نحط عليهم فواكه. نحط هاي وراح احط اللي بتاكل البور. وهلا بدأنا، رح احط اول اشي من الشمس. طبعا اللي بتاكل القبور هي شو بلاش. لا راح احط مطرح مال زومبي. هنا انتوا ما بتقدروا تحطوا اي شيء، بس الزومبي يعني بيقدر يمشي عليه بس ما بيصير له اي شيء. وهي بتجمد الزومبي، بتضرب بس رح احط انا على لما بيجي حد، يعني رح احط زعما بس يعني مثلا ها تقتل اي شيء. عملنا هاي بتجمد، حط هاي هون لان هاي تاكل الشمس. مشكلة هاي اللعبة سريعة بسرعة، يعني you
تعبت أصلاً وتوترت وأنا بلعب فيها، بتحسسكم بالتوتر، بس يعني إنه إحنا حاولنا كتير فزنا بالآخر. هان بقول لك إذا بعيد، يعني هان بقول لك إنه في يعني الوحوش اللي بدها تيجي، هان بحكي لك اختار الوحوش. أنا عن قلت طبعاً هيك كل شيء هم تقدر تغيريلها، يعني كل شيء له ميزة حلوة. هان بقول لك إذا بدك تقيه بس أعمل شغله، يعني أشياء كتيرة. كمان تقدر تستخدمون، بس أنا ما بعرف لشو. إيه رح لكم كمان شيء، هلأ رح أرجع أنا لأول المكان، هلأ رح تشوفوا لوين رح يجي. هون لحظة، هلأ رح تيجي اللي هو في المكان هذا. رح نرجع لورا برضو كمان. هون احنا فتحنا هاي المكان، لما وصلنا المرحلة 25 فتحوا لنا هاي هذا المكان. فلا رح العب مرحلة منه وبعدين نشوف شو رح يصير. هون بقولك انه رح يجيبلك من هدول الاطفال ركبين مراكب وهيك اشياء. هون بقولك تختار اللي وحوش اللي حيكونوا معاكي. رح اختار انا امي اللي بتخ مرتين مع بعض واللي بالتلج، ورح اخذ البطاطا لاني يعني تأكدت انه بتعمل مفعول كبير، فما في قبور لاخذ هاي فما رح اخذها. ورح اخذ لبتدروب وهاي طبعا الشمس ما رح انساها. ويلا رح نشوف هدول. انا اصلا الاكس هاي الشغلات ما بعرف شو بتعمل، بس يلا نلعب. رح اجرب حط شي عليها ما بتعمل مفعول. انا بشوفها ما بتطلع شي، بحسها بتضعف. لا والله طلعت. هلا بدي نشوف، هلا رح طلع الشباب والخش يعني يجوا مكان في الاماكن اللي حوالينا. رح احط ايش ما بيطلع لي مثل ما انا بقول، ايش ما بيطلع لي رح احطه. بدي حط كمان هون و خليهم بس يجوا. اي شي بدي حط. اوكي وهلا هاي المجمد الصغار.
نشوف شو رح يقولوا لنا. طبعا هاد بضحك هو ولبته. طبعا احنا ما رح نلعب لان هيك رح نتأخر عليكم بالفيديو، بس بتمنى انه هاي اللعبة عجبتكم وانها كتير حلوة ومسلية. وهلا بدي لكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر في السبسكرايب الموجود تحت هذا الفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، احكوا لاصحابكم على قناتنا عشان يشوفونا ويعملوا لنا اشتراك. وبدي اقول لكم باي.